فيزوال أو توت العليق، فاكهة الصغار والكبار المنتشرة على سفوح ولاية برج بوعريريج، هي مزيج يجمع الحلاوة والحموضة في آن واحد. فيك يا الغابة، بارك الله فيك. حاجة ناقدة تسمى قد واحدس، يعني وتزو بنادم وتفرس بنادم وتعدات فقد واحدس. نساعة من فعزك سفن ثمك شغوط الزرب داغن كوني الجيران حوشت أسخم الزرب ناكرا أسي نورمال ثوار شوية ثوكسة الحالة سايس أننا نسقسكة شوية. ما الحاجة يعني إلا الناتورال، حاجة ناتورال فورميدابل، يعني ما شتي تسير بالناس صافي بليزير. داخل هذا الحقل تجد قاطن المنطقة يتنافسون للظفر ولو بالقليل من التوت. زيك تسمعوني من واحد نكسي زوال وانت وراك ربسي ناكرا نخدم ديس علاق نقراس ديس علاق نتزوال انت علاقة انت دقوية انت ويس انت دخل باش انت الفاكهة الغابة تبنينا انت وقيم من متوسع الدواء ترى قوية تنظر نظريتك تبريقين ليا وتنظريتك خدم لنا كيس الحوايج. هذه الحبيبات التي تشاهدون لها فوائد صحية كثيرة وتعتبر عنصرا أساسيا للنسوة لإعداد عدة وصفات. الحاجة بنين خدمني سنزا يعني المنفعة نتي خدمني كونفيتور خدمني سونسيا كل يوم داشي خدمي يس نستيثن تبني نانين قرن دي مزورة نغف نفع ما شتيت نفع قرن سنفع بار اكزومبل تكسلوخ ما يمكن سقارن كون السينار يمكن سقارن كيلوخ مسا. وتبقى فاكهة التوت البري وبالرغم من صعوبة جنيها إحدى أطيب الفواكه المحلية وأكثرها نفعاً.